لو الحكاية فيها إن فيديو طرح ملاحظاتنا حول الدراسة الميدانية هو إذا كانت الدراسة عمرها ابتدى من حوالي 3 شهور تقريبا، فدراسة واقع الأحزاب المصرية بالنسبة لي على الأقل بقاله أكثر من 8 سنين. يعني أنا انتميت لستة أو سبع أحزاب، مش كتر انتماءات، ولكن يعني الموضوع تحول إلى بحث فعلا حقيقي مدة 8 سنوات. أنا مش الناس اللي تهاجم الأحزاب أبدا، بالعكس ده مقبل على المشاركة ومقبل على إن الأحزاب تطور من نفسها، وجايز ده سبب إن أنا اندمجت كثيرا مع أحزاب وعملت مع أكثر من 45 حزب سواء مجالات التدريب والتثقيف وخلافه. وده بينقلنا للنقطة الأولى في الملاحظات الميدانية عن الدراسة الميدانية، هي موقف الأحزاب من المجتمع المدني. بصراحة في بداية تعرضنا أو بداية جولاتنا الميدانية مع الأحزاب طبعا تم اختيارها على أساس أنها تكون ممثلة لكافة التصنيفات اللي ممكن يعني يقع فيها أي